بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي طلاب برايمري 5، اهلا بيكم في ليسون 5، الليسون الاخير في كونسبت 1 بفضل الله، بعنوان سيد ديسبيرسل، يعني نثر البذور، يعني ازاي البذور بتاعه النباتات بتنتشر وبتنتقل في اماكن مختلفه. وهنا بنتكلم عن الطرق الطبيعيه اللي ما فيش فيها تدخل من الانسان. ففي البدايه بنقول ان plants use energy from food to produce seeds. اتفقنا خلاص ان البلانت بيستخدم الفود بتاعه والطاقة علشان يقدر ينتج seeds اللي الفلاور مسؤولة عن انتاجها. طيب اللي بيحصل بعد كده ان seeds fall from the plant، بتقع كده من البلانت، ولو لقت الظروف مناسبة في المكان اللي هي وقعت فيه او اللي اتنقلت له بتقدر تعمل grow up، تنمو in other places. عشان كده هيبقى معانا تعريف مهم اسمه seed dispersal process، عملية نثر البذور، يعني عملية انتشار البذور. بنقول ان هي seeds are transported، يعني انتقال البذور from one place to another، من مكان لمكان. طب يا ترى بتتنقل ازاي بقى بطرق طبيعية؟ فبنقول ways of seed dispersal in nature are dispersed by، بيتم انتشارها عن طريق ايه؟ نمبر 1، ممكن يحصل floating on water، ان البذور تبقى عايمة في وش المية، وهنعرف زي مين، هناخد امثلة. الووتر بقى بتاعت الريفرز اور ليكس، الانهار او البحيرات. نمبر 2، traveling by wind، ممكن البذور دي تتنقل بالرياح. نمبر 3، sticking to animal fur، ان هي تلتصق في فرو الحيوانات او حتى or human clothes، في ملابس البشر. نمبر 4، being eaten by animals، ان في animals ياكل البذور ديت وبعد كده اثناء اخراجه للاستول بتاعه يعمل come out لبعض البذور في مكان تاني and come out with their stool. فهنعمل investigate، نتحقق كده and decide، ونقرر how seeds move from one place to another بأمثلة معانا. فهنقول مثلا الكوكونات سيد اللي هي بذور جوز الهند، بيحصل لها انتقال عن طريق floating on water، يعني بتطفو فوق الماء زي ما هنشوف مع بعض كده في الفيديو ده. ادي هنا ادي الكوكونات سيدز، المانكيز بقى ايه بتوقعها من الاشجار، ف تيجي بقى على الميه، تبدا الووتر تنقلها من مكان لمكان زي ما احنا شايفينها كده لغايه اما ترسى في مكان مناسب وتبدا تنمو. طيب تاني نوع معانا، يبقى الكوكونات بتتنقل بالايه؟ بالفلوتنج اون ووتر. بعد كده معانا الميبل سيدز. الميبل سيدز يعني بذور نبات القيقب. القيقب دوت ما يهمناش طبعا الترجمة بتاعته بالعربي، ولكن ده بيبقى لايت، خفيف، فبينتشر عن طريق الويند. الويند بتطيره من مكان لمكان. ده بالنسبة للميبل سيدز اهو، عشان يكون واضح قدامكم اهو، عامل زي المروحة وبيطير كده وبينتقل عن طريق الويند، وبيستخدموه في صنع بعض مشروبات الطاقة على فكرة. بعد كده هنتكلم عن الدانديلاين سيدز. دانديلاين سيدز اللي هي بذور الهند باء، معلش اساميهم غريبة شوية بالنسبة لكم. وادي شكلها اللي هي بقى الابيض اللي انتوا شايفينه ده، الاجزاء البيضة دي. بص بقى الرياح هتيجي تعمل فيها ايه، بتطيرها، اكيد انتوا شفتوا الشكل ده قبل كده، وبتستخدم في صنع بعض الكريمات والمستحضرات الطبية. فديت بقى يبقى الميبل سيدز والدانديلاين سيدز both of them are light seeds، وبيحصلهم traveling by wind، عن طريق الرياح بيتم انتقالهم. بعد كده البوردوك سيدز،
او بنسميه البور سيتس، ديت بتبقى هاف سباينز، فيها اشواك وبتلزق بقى في الفرو بتاع الانيمالز زي ما هنشوفها كده. ادي الدوج هنا بيجري، ف هتلزق في البوردك سيتس او بنسميها البور سيتس، شايفينها موجودة على جسمه ازاي. فلما يقف بقى في مكان ويبدأ ينفض جسمه كده، تقع من على جسمه البذور ديت، وبكده بتتنقل من مكان لمكان وتبدأ تنبت. ممكن تلزق في الملابس بتاعت الهيومن، هنا مثلا لزقت في الشوز هنا بتاع الشخص ده. يبقى البوردك سيتس او البور سيتس هاف سباينز، ليها اشواك، وبيحصل ان هي تعمل ستيكنج تو انيمال فير، بتلزق في فرو الانيمالز. بعد كده هنتكلم عن التوماتو سيتس والابل سيتس، الطماطم وبذور الطماطم وبذور التفاح. لما الانيمال ياكلها بيخرج البذور ديت في مكان تاني عن طريق الستول، يبقى being eaten by animals and get out through the stool. طيب فبنقول بقى من خلال الكلام ده different ways of seed dispersal depend on different properties of seeds. يبقى طرق الانتقال المختلفة للسيتس ديت بتعتمد على صفات السيتس المختلفة such as size and shape، حسب بقى شكلها عامل ازاي، فيها اشواك ولا لا، خفيفة ولا لا، وهكذا. في ملاحظات كده معانا في الاخر بنقول number one plant roots، ملاحظات بقى عامة. absorb water and nutrients from soil، stem transport them to leaves by xylem، بنفكرك بقى ب دور الستام ودور الروتس. بعد كده البلانت ليفز ابزورب كربون دايكسايد فروم اير ثرو ستوميتا. نمبر 4 بلانت ليفز ابزورب سان لايت ثرو كلوروفيل، كلوروفيل بيعمل كابتشر سان لايت. بعد كده نمبر 5 during photosynthesis the green leaves use light energy، الاوراق الخضراء في عمليه الفوتوسينثيس بتاخد اللايت انرجي، واللايت انرجي دي هي اللي بتعمل كومباين للكربون دايوكسيد وذ ووتر، وبكده يحصل فوتوسينثيس ويحصل بروديوسنج للجلوكوز شوجر اند اكسجين. كده بفضل الله نكون خلصنا الكونسبت بالكامل. دعواتي لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.